مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور يحيى. بداية، هذا ليس الحادث الأول لاغتيال علماء السنة في إيران. دكتور يحيى، ماذا يحدث في محافظة جولستان الإيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، حقيقة إن ما يجري في إيران وخاصة ما يقع على أهل السنة في بلوشستان وفي جولستان وغيرها من المناطق في شمال شرق إيران، وكذلك ما يحصل في جنوب إيران وغيرها، مع شديد الأسف يعني هذه الحكومة الإيرانية الموجودة يعني تطرح الشعار الإسلامي، ولكنها مع شديد الأسف يعني لا تعطي أي حق لأي أقلية دينية أو عرقية وغيرها. فالكل يعاني في إيران، عملية الإعدامات بالجملة، علماء أهل السنة يقتلون في إيران. يعني قبل مولوي رحمة الله عليه كان هناك يعني دعاة كثيرون، شمشي الدهقان وهاشم شعباني وصلاح الدين سيدي وخليل الله الزراعي وكيوان زند كريمي وأصغر رحيمي وشهرب، يعني قائمة تطول وتطول من عمليات الاغتيال والقمع. هذا يعني من جانب. من جانب آخر، التهم التي تكال أيضا للعلماء والدعاة ويتم إعدامهم بشتى يعني الذرائع والطرق. عملية إقصاء الآخر، عملية يعني التصرف الحكومة الإيرانية تجاه هؤلاء العلماء، حقيقة يمكن وصفه بأنه منهج عدواني إقصائي شوفيني لكل ما عدا من هم في السلطة. وهذه التجربة نفسها يحاولون نقلها إلى العراق من أجل أيضا إقصاء الآخرين وعدم السماح لكل من يخالف منهجهم بأن يمارس حقه في الحياة. لكن لماذا استهداف التركمان بالذات في إيران الآن يرتفع طبعا بالفترة الأخيرة؟ أخي الكريم، الحقيقة أنه ليس فقط التركمان مستهدفون، الكل مستهدف في إيران، كل العرب مستهدفون والتركمان مستهدفون والأكراد مستهدفون والبلوش مستهدفون والكثير الكثير مستهدف في إيران، أهل السنة مستهدفون في إيران، الكل مستهدف. يعني هم يريدون يعني أما أن تكون ضمن القالب الذي تريده يعني حكومة إيران وهي على منهج يجب أن تكون على منهج ولاية الفقيه، وما عدا ذلك لا يعد في نظرهم أي شيء، وحتى لا يعد إنسانا. انظر حتى إلى طريقة تنفيذ الإعدامات التي يعني كلها تصور بالناقلات الشوكية وبالشفلات وبغيرها، يعني عملية يعني سادية حتى في الانتقام وحتى في تنفيذ العقوبات. استمرار إيران بهذا الشكل من العدائية ومن السياسات الممهجة في القمع، إلى أي مدى سيشكل رأيا داخليا أكثر كرها للنظام الإيراني؟ التململ أخي موجود، والثورات الداخلية موجودة، لكن مع شديد الأسف هناك تكتم إعلامي كبير على ما يحصل في إيران، سواء في جنوب إيران من قبل العرب وسواء من الأكراد وسواء من التركمان ومن السنة في باقي، هناك تكتيم إعلامي مقصود حتى لا يعني عدم إظهار هذا ما يحصل في الشارع الإيراني. شكرا جزيلا لكم دكتور يحيى الطائي، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.